إذا أهلا وسهلا متابعينا الكرام، متابعي قناة شفت بقناة الشعفة البث المباشر هنا مباشرة من مدينة من نواحي مدينة تطوان، بالضبط برحبة السوق ديال الخميس أنجرة. متابعينا الكرام، اليوم من خلال هذا المباشر صادفنا السي عبد العالي الكساب اللي معروف لا هنا في الخميس لانجرا وكذلك مدينه تطوان، غيكون عندهم كراج، كذلك غادي ننتقلوا لعين المكان باش نشوفوا هذا العام شمن كراج غادي ياخذوا على مستوى الرحبه ديال اللوحه، باش نقربوكم كذلك من الاثمنه اللي عندهم. صراحه كيديروا اثمنه اللي هي في المتناول ديال الجميع. العام اللي فات كنا درنا معاهم مباشرات وفيديوهات على الحوليات ولا على الغنيمات، وبطبيعة الحال فمجموعه ديال الدراوش ديال الناس اللي هما دراوش اللي هما فقراء متابعينا الكرام، فهما يعني الاثمنه فكانت مناسبه بالنسبه اليهم. اليوم هذه الحواله اللي كتشوفوا معنا متابعي قناه شفت طبيق قناه الشعب الثمن ديالهم 2500 درهم، يعني عندك 2500 درهم غادي تعيد. نتمنوا ان شاء الله ان الاثمنه تزيد تهبط مع اقتراب عيد الاضحى ان شاء الله، وهذا ما نتمناه. غادي نحاولوا من خلال هذا المباشر كيف قلنا غادي نقربكم السي عبد العالي. السلام عليكم، السلام عليكم اخوان، لاباس بخير. هو انا من اللي خلقت وانا في هذه الحرفه، والمهم الله ينفعنا ببركته اللي ما غناتو تعيشوا فهمتي. والمهم راه الثمن كاين، الكتيبه راه موجوده، بنادم ما يتقلقش والو، ها يثبت الخير موجود، كاينه من 250 حتى 300، ها السلعه 250 ها هي. هاهي هذا 250 فهمتي، هذه 300 كاينه السلعه عاود 300 هي هنايا عاود هاهي السلعه غليطه وهذيك السلعه معوطه. المهم الكتيبه موجوده، الكتيبه موجوده فهمتي، خير موجود، نطلبوا الله يكون خير لينا والمواطنين كاملين. اليوم السوق عامر تبارك الله، يعني السوق عامر، السوق عامر والبيع والشراء ما كاينش، السوق راه عامر، الكتيبه موجوده والشاري راه ما كاينش، باقي شويه قليل الحال هاي. باغي كيسوم شحال شحال والثمن ما كاينش، المهم الخروج ما كاينش. هذا الحاولي اللي عندك هذا شمن منطقة هذا؟ هذه 2500 ازرو، هذه منطقة ديال ازرو. ازرو وما ادراك ما ازرو. هذوما كياكلوا الاغلبية غير كياكلوا العشوب وكذا. كاينة هذه عاود حتى هي، هي فين هي هذه ديال كفنسور. قريبة على مراكش. قريبة لازرو. كيف نسور هذيك اللي منا لهي عاود، راه هي ديك اللي منا لهي عاود، حتى هي هذيك، حتى هي ديال الشلوح ديال القلموس، هذيك ديال القلموس. والمهم يكون خير ان شاء الله. تحيه للناس ديال والماس، تحيه. هاد العام يعني الاغلبيه ديال المغاربه كيبغيو يعيدوا بالكسيبات ديال المغاربه اصيليه، كيبغيو. شوف بنادم ما مقادش، كله العقليه ديالو، كاين اللي كيمشي للكيلو كله كيفاش فهمتي. هو هذه الاضحيه ديال العيد ما خصهاش الكيلو، ولكن بنادم فهمتي كله الافكاريه ديالو، وهذه اضحيه ديال الله خاص به بنادم باش ما سخها الله كيعيد به. شنو الشروط ديال اضحيه العيد قبل ما يشريها ويقلب؟ شنو الحاجه اللي خصو يقلب فيها ويشريها؟ تفضل. خصو يقلب ويشري، يشوف ايه بالعين، يشوف العينين، يشوف الودنين، يشوف واش معور شي صافي، ويتوكل على الله ويقلب واش سمين شويه يطيب. اما الناحيه ديال كيلو هزو حط، هذيك هضره خاويه فهمت، كاين حتى حاجه. حاولي غير تشوفوا تعرفوا واش، حاولي تشوفوا عيب العين، راه معروف ناقص سمين، ما راه باينه الحاجه، راه باينه عيب العين. عندنا شي حاولي هنايا سمين، هذا سمين هذا ما غنجيو نقلبوها، اسمح لي ما غنجيو نقلبوها، فين غنقلبوها باش نعرفوا واش سمين هو؟ هنايا قلب في الدار، قلب هنايا في الزنيطه فهمتي، قلب هنايا في الزنيطه، قلب هنايا عاود فهمتي، حاجه مليحه. مهم الاخوان راه كلشي غيعيد، كلشي غيدوز بخير ولا خير الحمد لله، ما تزربوش وما تقلقوش فهمتي، خير موجود، خير موجود، طلبوا الله يدير تاويل ديال الخير. انتوما كل مره كل خميس كتكونوا هنا؟ كل خميس، انا العام كامل هنا، كنمشي لتا بلاصه، انا كنمشي بليده من الصطاد، كنمشي للصطاد كنتقداو سلعه وكنجي. تمام مناسب فهمتي، حنا العام دائما هنا. عطينا لهذه الفلاح هذا يعرف. مرحبا انا. حاجه مليحه على المرضي. هضرنا بعدا. من الصطاد، انا من الصطاد المرضي. تحيه خاصه. تحيه خاصه. كساب. كساب.
الحمد لله الخير موجود. تقدر تعيش بلاك ماشي كسبيده زعما شي حرفه اخرى. وحنا كنتهلا الكسيبه ديالي نشوف فيها صافي. ما تقدرش تعيش بلا كسيبه. بلا كسيبه والفلاحه ما جاتش. الفلاحه ما جاتش المرضي. كاينه الكسيبه فاش كناكلوا خبيصه. دابا انت ككسام وكفلاح عندك الخبره كيف كتشوف هذا العام السوق واش عايزيد يطيح ولا غيبقى معوض؟ لا بقى معوض السوق، معوض والسلعه موجوده. الخير موجود. الخير موجود. واش اكثر من العام اللي فات؟ نطلبوا ما يطيح ما يطلع. ما يطيح ما يطلع المرض، السلعه موجوده. هذا العام كنشوفوا ان شاء الله الحواله موجوده. موجودين موجودين الحواله. هضرنا شويه على كل شيء. كل شيء كيعجبني. الحواله هذو واش من منطقه هذو؟ هذو خنيفره. هذو ما خنيفره. شنو الحاجه اللي كتميز الحواله خنيفره على باقي المناطق الاخرى؟ طلع شويه. واش ياكلوا الاعشاب؟ تفضل. كياكلوا الاعشاب والزراعه النخاله الشمندر. باش نعرفوهم واش الحواله ديال الخير، واش هذا اللون اللي هو احمر في الوجه ديالو ولا اسبانيا؟ هاي اكدوي اكدوي فلا ديال اسبانيا. ونادي هذا ديال اسبانيا. هذا ديال اسبانيا. معلف هذا معلف معلف هذاك هنايا. شحال تقريبا هو هذا اسبانيا؟ هذا دابا عندي شي 3 شهور. شي 3 شهور صحيحه عنده باش دخل المغرب. فهمت 3 شهور باش دخل. اكدوي هذا الاخوان ما فهمتي، هذا ديال اسبانيا شي 3 شهور هذا باش داخله فهمتي. هذا عندي كانت عندي منها 20، كانت عندي منها 20، هذا اللي بقاو منها، بقاو منها شي 3 اولادي. المهم راه مليحه، راه مليحه فهمتي. عاد قول الله عم. المهم الاخوان راه كله يقول الله عم نضال. الا بغى يجي عندنا ويشري معنا مرحبا به. حنا عندنا الكراج في اللوحه والنمره ديالي عاود وخلطيها ما يجي مشكل. النمره ديالي اللي بغاها مرحبا، انا في اللوحه 06 91 75 29 23. واللي بغانا مرحبا به، يجي اللوحه غيكون بخير ولا خير. عيب بنادم ما يتقلقش. في اللوحه ان شاء الله مرحبا به. في اللوحه اجيو مرحبا بكم. كل شيء غيعيد 2500 درهم. هذوك راه 3000 درهم اللي في ديك الاتجاه من اللي هنا. كل شيء غيعيد، كل شيء غيقول فهمتي. عيب ما يتقلقوش وما يضربش بنادم، ورا فيها خير ان شاء الله. طلبوا الله ما يطلع اغلى ما يطلع ارخى. الله يحفظك السي عبد العالي، شكرا جزيلا. اذا متابعينا الكرام، متابعي قناه شوف تبي قناه الشعب، بالنسبه لهذا الخرفان ولا هذه الحواله هذا فالثمن ديالهم 2500 درهم. هذا هو الحجم ديالهم، هذا هو الشكل ديالهم، الحواله ديال خنيفره وبالضبط بازرو، منطقه ازرو، هذه المنطقه الشبه جبليه متابعينا الكرام اللي كتميز بالاعشاب ديال الطبيعيه. وكذلك كاين هذا الخرفان ولا هذه الحواله هذوما للثمن ديالهم 3300 درهم. حتى هما الحجم ديالهم كبير، حتى هما يعني من اللي كنقولوا الوجه ديالهم اللي هو احمر. الخير موجود هذا العام، نتمنوا ان شاء الله ان الاثمنه تنقص، هذا الشيء اللي كنتمنوا، وان شاء الله كل شيء عايد. واكيد بان الدخول ديال الحولي ديال اسبانيا وديال رومانيا فهو يقدر يدير التوازن طبيعه الحال. فالاغلبيه ديال المغاربه حنا كنعرفوهم كيبغيو يعيدوا بالحولي اللي هو مغربي، الخنيفري والسردي كيف ما قال. ونتمنوا كيف ما قلنا ان حتى شي واحد ما يبقى بلا عيد، خصوصا وان الاصداء كتقول بان الحولي غادي يكون غالي. نتمنوا ان شاء الله ان الحولي يرخص الثمن ديالو ان شاء الله. هادشي اللي كنتمناو.